بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات جونيور 4، النهاردة هنتابع مع بعض يونت 2 عنوانها موشن كونسبت 4 ليسون 1. يبقى احنا في يونت 2، ما زلنا لسه في يونت 2 بس هي في الكونسبت الاخير اللي هو كونسبت 4 ليسون 1. انرجي اند كوليجن. انرجي اند كوليجن ده عنوان الدرس النهاردة. طيب ميس، العنوان في كلمة احنا عارفينها اللي هي كلمة انرجي يعني الطاقة، اما الكلمة الجديدة دي احنا مش عارفينها، هي كلمة كوليجن، وكلمة كوليجن يعني التصادم. طب ايه علاقة يا ميس الطاقة بالتصادم؟ طب برضو انا مش قادر افهم يعني ايه كلمة التصادم. التصادم يعني حاجة خبطت في حاجة، يعني عربية وهي ماشية عملت اكسيدنت فخبطت في شجرة، او عربية ماشية بسرعة جدا خبطت في عربية تانية، هو ده الكوليجن، الصدمة او التصادم، سوري التصادم. تمام؟ طيب تعالي كده ميس واحدة واحدة نشوف ايه اللي ممكن يحصل لو حصل كوليجن وايه اللي بينتج عنه وحاجات كتير كده ليها علاقة بالجزء ده. وبرضو النهاردة هناخد جزء مهم اللي هو السيفتي اكويبمنت، يعني الاشياء اللي بتقدر تخليني سيفتي وانا سايق السيارة بتاعتي، يعني تخليني في امان. ايه الحاجات اللي ممكن تخليني في امان اثناء وجودي في السيارة او اثناء القيادة؟ تمام؟ زي حزام الامان طبعا السيت بيلت، وزي الاير باج، ده كل ده هناخده دلوقتي. تمام؟ يلا بينا كده واحده واحده مع بعض. في البدايه عايزه اقول لك ان لما يكون عندي اوبجكت يبقى وين، لما يكون عندي ان اوبجكت يبقى، لو عندي وين ان اوبجكت عندي جسم. تمام؟ هت يعني خبط في جسم تاني، ضرب جسم تاني. تمام؟ يبقى وين ان اوبجكت هت انذر اوبجكت، يبقى لما يكون في عندي جسم يخبط جسم تاني او يضرب جسم تاني. هيت يعني يخبط او يضرب. تمام. another object. ممكن حضرتك تقول لي ايه اللي ممكن يحصل في هذه اللحظة؟ يا ميس، يعني لو عندي عربية اللي هي التراك الكبيرة دي، تمام، عارفينها طبعا، هتخبط العربية الصغنطوطة دي، تمام، او عربية زيها ايا كان. طيب ميس، دي خبطت دي، يبقى المفروض ايه اللي يحصل؟ هل الانرجي تفضل مستنية في مكانها؟ قالي لا يا ميس، الانرجي تعمل ترانسفير، يعني بتتنقل، بتمشي من الاقوى للاقل، صح كده؟ تمام. يلا نترجمها مع بعض. يبقى في الحالة دي انرجي يعني الطاقة، ترانسفير بتنتقل، يبقى كلمة ترانسفير يعني تنتقل. هتنتقل من ايه يا ميس؟ from، من الهيفير يعني الاتقل، صح؟ وايه كمان؟ heavier وfaster يعني من التقيل للسريع، to للأقل بقى منه. الأوبزيت بتاع heavier ايه؟ lighter اللي هي الخفيف، يعني lighter او بتتنطق lighter. وايه كمان؟ slower للأبطأ والايه؟ والأخف. تاني يا ميس كده؟ تاني. انا عندي two objects اهو، when an object اهو العربية الكبيرة دي عملت ايه؟ hit another object، خبطت جسم تاني. طب تمام، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل حاجه اسمها كوليجن يعني تصادم. طيب قبل ما اشوف التصادم وقبل كل ده، لازم افهم ان التصادم ده نتج عن ايه. نتج ان الانرجي اللي كانت موجوده في العربيه الثقيله السريعه اتنقلت للعربيه الصغيره البطيئه. تمام كده؟ تمام. يبقى الانرجي ترانسفير، تمام، فروم ايه يا ميس؟ من الهيفير، هيفير يعني الاثقل، من الثقيل، فاستر السريع، الى لايدر يعني الخفيف الاخف يعني. تمام؟ سلوور والابطا. حلوة قوي كده يا ميس، بدأنا نفهم. طيب ممكن بطريقة تانية، بطريقة تانية ممكن نشرحها تاني. ها كده تمام؟ تمام الجزء ده. طب يا ميس وضحها لي اكتر. لو انا عندي تراك بالشكل ده الكبيرة دي اللي هي العربية النقل الكبيرة، ماشي، وعندنا اللي هي العربية الصغيرة، خليك معايا كده، مين فيهم الماس بتاعتها اكبر يعني كتلتها اكبر؟ ها، يبقى نمبر 1 التراك مور ماس، عندها ماس كبيره. طب والعربيه الصغننه؟ ليس ماس، اهي بالترتيب. طب تمام يا ميس، يبقى انا عندي مور ماس كتله كبيره، عندي ليس ماس كتله اقل. طيب بما انها مور ماس فعندها مور سبيد، سرعه كبيره، مور سبيد سرعتها كبيره، يبقى دي هنا الكتله، هنا دي السرعه، بالترتيب.
طب يا ميس يبقى هنا ايه؟ مور ولا لس؟ لا لس اهي لس. لس ايه يا ميس؟ لس سبيد، سرعه اقل. يبقى كده قارنا ما بين الكتله والسرعه، يبقى مور ماس لس ماس، مور سبيد لس سبيد. طب يبقى عندها طاقه كبيره ولا صغيره؟ ميس يبقى الانرجي بتاعتها عاليه، يبقى مور انرجي والناحيه دي تبقى لس انرجي. تمام قوي يا ميس. انا بقى كونكلود هستنتج ايه من الجزء ده؟ ان لما الاوبجكت ده هيت انذر اوبجكت اهو، يبقى وين بطريقه تانية هي عشان بتيجي في الاسئله، وين اوبجكت هيت خبطت انذر اوبجكت دوتس ترانسفيرد، يعني بتتنقل ترانسفير بتوين ذم، الحاجه اللي بتتنقل ما بينهم، الحاجه اللي تتنقل من العربيه دي للعربيه دي، اكيد مش الركاب ولا السواق، امال ايه يا ميس اللي هيتنقل؟ اللي هيتنقل ما بين الاثنين انرجي، يبقى الطاقه اتنقلت ما بين الاثنين، يبقى هنا هكتب انرجي. ها واضحه كده بتهيألي؟ يبقى لما الاوبجكت هيت انذر اوبجكت يبقى الانرجي ترانسفير بتوين ذم. بتهيألي كده وضحت؟ تمام نكمل يا ميس، واضحه دي؟ اوكي. طيب سؤال كده لطيف سهل برضو، خلي بالك انا معظم الاسئله بقى كاتباها بتاعت الاكسرسايز، تمام، وكمان هنحل الاكسرسايز مع بعض ان شاء الله. بصي يا ميس كده، لما يكون عندي الاوبجكت فبيسالني بيقول لي ايه ذا اوبجكت، الجسم يعني ذا اوبجكت ذات هاز، اللي عنده يبقى الجسم اللي بيمتلك او عنده ذا موست كينيتيك انرجي، الجسم اللي عنده اكتر كينيتيك انرجي. تمام اهي كينيتيك انرجي، ماله يا ميس اوصفه لي. از دوتس اند دوتس، تاني كده ميس. الجسم اللي بيمتلك يبقى الاوبجكت اللي عنده موست كينيتيك انرجي، يعني عنده كينيتيك انرجي عاليه، طاقه حركيه عاليه، يبقى هو المفروض كان عنده ايه؟ قال يا ميس يبقى هو بيمتلك ان هو يكون تقيل اتقل جسم ويكون هو اسرع جسم، يبقى الجسم اللي عنده موست كينيتيك انرجي كان في الاصل عنده ايه؟ هو في الاصل بوصفه ان هو فاستست، يعني اسرع، وهيفيست الاسرع والاتقل، بما انه تقيل وسريع يبقى هيبقى عنده كينيتيك انرجي عاليه. صعبه كده؟ تمام لحد كده تمام؟ تمام يا ميس. قال لي ميس الجزء بتاع الكونسبت ده بيبقى عايز فهم اكتر ما حفظ، يعني نفهم كده خطوات واحده واحده مع بعض، فجايب لي اكتر من شيء متعلق بالحته دي بس يعتبروا ايه كانهم منفصلين شويه. طب بصي كده يا ميس، هنروح كده مع بعض لحاجه غريبه قوي. بيقول لي ايه؟ كان في مره عندي جدار كبير كده، حيطه، جدار وول اهي، حيطه او جدار بناء يعني بيلدينج. طب ميس ماله ده؟ عايزه اهد البيلدينج ده، عايزه اوقعه، ما عنديش عمال، ما عنديش اي حاجه، تقيل، ما فيش الادوات الحديثه بتاعه دلوقتي ان انا اودي العربيه اللودر دي وابدا ازق بيه ويقع وكل ده، امال ايه؟ قال لي زمان استخدموا حاجه غريبه قوي. ايه هي؟ قال لي لقوا بول كبيره كده بالشكل ده، دي بول اهي كبيره بس معموله من الستيل، ستيل يعني معدن، يبقى بول وستيل في نفس الوقت، كوره معدن، مالها يا ميس؟ هيفي، تقيله، يبقى هيفي ستيل بول، يبقى كوره معدن تقيله. تمام. عملوا فيها ايه يا ميس؟ قال لي سوينج، سوينج يعني رابطينها بالكيبل، ايه الكيبل ده؟ كابل يعني، او جنزير. تمام كده، يبقى جبنا كوره اسمها هيفي ستيل بول، يعني كوره من المعدن ثقيله جدا. تمام كده، سوينج مربوطه او متعلقه بكيبل، كيبل يعني سلك او كابل. تمام كده، وبعدين يا ميس هي عامله كده هيبدا يزقها على البيلدينج، يقوم البيلدينج يعمل ايه؟ ايوه نوك داون، يقع. خلاص تعالي بقى يا ميس واحده واحده نتكلم عن الجزء ده بالراحه بالراحه كده. بصي كده يا ميس، انا لسه ما قلتش حاجه عن الكوليجن لحد الان. طيب يلا بينا يا ميس، فيجي في الامتحان يقول لي رايت ذا ساينتفك تيرم،
وطبعا بما ان مفيش ساينتفك ترم في الامتحان بيبقى عندنا تشوز، فممكن تيجي السؤال تشوز وانت تختار الكلمه. فبيقول لي ايه ميس؟ هيفي يعني تقيله، هيفي، ستيل، ستيل يعني حاجه تقيله، بول يعني كره من المعدن ثقيله، كره من المعدن ثقيله. مالها يا ميس؟ سوينج متعلقه، اون كيبل يعني متعلقه على كابل او سلك او جنزير. تمام قوي يا ميس. يوزد تو، بص الكلمه اللي جايه دي، كولايد، كولايد يعني تصدم. تمام كولايد تصدم. تمام فاضل حرف الاي، كولايد. يوزد تو كولايد يعني تصدم او تخبط. تمام كده. طيب هتخبط مين؟ البيلدينج. تمام كده، اهي بيلدينج او وول. طب فايدتها ايه دي ميس؟ قال لي هيلب وركر، بتساعد العمال، تو نوك اب، نوك داون وول، سوري، نوك داون وول، انها تعمل ايه؟ تسقط الحيطه او توقعها. تاني يا ميس، يبقى انا عندي رايت ساينتفك تيرم او ممكن تيجي تشوز. هيفي ستيل بول يعني كره من المعدن ثقيله، سوينج اون كيبل متعلقه في كابل، يوزد تو كولايد، كلمه كولايد يعني تصدم، كولايد تصدم او تخبط، بيلدينج تمام او وول او حيطه. طب ميس الكره دي فايدتها ايه؟ قال لي هيلب وركر، بتساعد العمال طبعا مش هيقدروا يعملوا الحاجه دي، تو نوك داون وول، نوك داون وول. يبقى يا ترى احنا بنتكلم عن مين يا ميس؟ قال لي كل الكلام اللي احنا بنقوله ده اسمها ريكينج بول، ريكينج بول، ريكينج بول. صعبه؟ طب ميس بسم الله الرحمن الرحيم، ايه حرف الدبليو اللي في الاول ده؟ سايلنت مش بيتنطق، اسمها ايه؟ ريكينج بول. اسمها ايه؟ ريكينج بول يعني اللي هي الكره اللي بنصدم بيها الحيطه اللي احنا شفناها دي. تمام، كره ضخمه وبتبقى متعلقه بكيبل وبتبدا تتزق على الحيطه فتوقعها، يبقى اسمها ايه؟ ريكينج بول. اسمها ايه يا اولاد؟ ريكينج بول. اهي زي دي كده، عايز اوريها لكم، الكره بتبقى باينه اهي، شايفين كده بناء اهو. تمام، هي كوره اهي، اكيد بتيجي في افلام الكرتون وبتشوفوها يعني، اهي كوره ومتعلقه بالكيبل وبتبدا تصدم البيت فتوقعه، اسمها ايه؟ ريكينج بول. تمام تمام كده، تمام يا ميس فهمنا. طيب تعالي كده يا ميس، يبقى احنا كده فهمنا انها بتستخدم في ايه؟ used to help worker، بتستخدم لمساعدة العمال، ليه؟ knock down wall، وحرف برضو الكي مش بيتنطق، اوكي؟ silence يعني، اوكي يا ميس، يبقى دي مين؟ wrecking pool. صعبة؟ تمام؟ أكمل، برضو حاجة تانية إلى حد ما يعني ممكن يكون ليها علاقة بالكوليجن، بص كده، أكتر من ال من الريكينج بول يعني هتبقى واضحة قوي للولاد. بيقول لي ايه ميس؟ احنا عندنا في لاعب كده بيبقى واقف في ارض كبيره خضراء ومعاه في ايديه بات، تمام، في كوره في الارض كده، وبيقوم اللاعب ده البلاير ده يبدا يضرب الكوره دي بالبات بالعصايه اللي معاه، ودي لعبه الايه؟ كروكيت بول، اللي هي لعبه الكروكيه يعني. تمام، طيب البات اللي في ايديه دي يا ميس هي العصايه اللي بيستخدمها عشان ينقل الانرجي اللي عنده لمين؟ للبول. صح كده؟ صح. تاني يا ميس، احنا لو عندنا لاعب بيلعب كرة القدم اللي هي الفوتبول العادية، هو مباشرة دايركت بينقل الانرجي للكرة بمجرد من يعمل لها ايه؟ بوش بالرجل بتاعته. صح؟ تمام. لكن انا هنا دلوقتي بستخدم حاجة اسمها كروكي بات، اللي هي العصاية بتاعت الكروكي، فبيكون البلاير اللاعب بيمسك العصاية دي وبيبدأ يضرب البول بالبات دي، فايه اللي بيحصل؟ ان الانرجي اللي موجوده عند البلاير بتبدا ترانسفير لمين؟ للبول. صعبه كده؟ تمام، تعالي ميس نكتبها، نكتبها هي سهله. فبيقول لي ايه؟ كروكيت بات، كروكيت بات اللي هو ايه؟ العصايه بتاعه الكروكيت، بنستخدمها في ايه؟ جايه في الـ في, الـ في الماتشنج عندنا في الاكسرسايز، يوزد بستخدمها تو هيت بول عشان اخبط بيها الايه؟ الكوره، during playing اثناء اللعب، اهي during play بتيجي دي، ايوه في الاكسرسايز موجوده وهتلاقيها. يبقى الكروكيت بات بول، لا دي بات يا اولاد، كروكيت بات اللي هي ايه؟
العصاية بتاعت الكروكيه used to hit ball during playing أثناء الايه؟ اللعب. طيب في الأثناء دي يا ميس أو في أثناء اللعب واللي حصل ده كله ايه بينتقل لإيه؟ بصي كده يا ميس the bat يعني اها the bat اللي هي العصاية مالها يا ميس؟ transfer بتنقل transfer بتنقل ايه بقى؟ kinetic energy يبقى نقلت الكينيتك انرجي كينيتك انرجي نقلتها لمين يا شباب؟ تو ها فول نقلتها للكوره صح كده؟ يبقى الانسان كان عنده كينيتك انرجي اتنقلت الكينيتك انرجي للبات والبات اتنقلت لمين؟ للبول وبالتالي بدات الكوره تتحرك يبقى البات ترانسفير كينيتك انرجي تو بول صعبه؟ تمام ممكن نكتبها بشكل تاني ممكن نكتبها بشكل تاني خلاص دي تمام بصي يا ميس ممكن نكتبها ازاي بيقول لي when يعني لما ايه بقى يا ميس when pat اللي هي العصايه بتاعه الكروكيت hit ball خبطت الكوره ball will dot يلا بقى نفكر انا كده خبطت الكوره بالعصايه يبقى البول ويل ايه move هتبدأ ايه تتحرك will ايه move in فين يا ميس هتتحرك different direction او direction different في اتجاهات different direction اتجاه مختلف than its moving object يعني في الاتجاه المعاكس moving object في اتجاه تاني يبقى انا مسكت الشخص هو اللي كان بيلعب ماسك البات خبط الكوره فبدات الكوره تتحرك في اتجاه مختلف different direction صعبه كده ولاد تمام فكر تاني في الجمله دي عشان هتيجي دلوقتي تاني when a bat hits ball ball will ايه move بدات تتحرك فين في different direction لحد كده صعب طب ميس ممكن سؤال في الحته دي كمان بعد ما الكوره اتحركت او اثناء ما هي بتتحرك speed يعني السرعه of بول دوتس السبيد يعني سرعه الكوره حصل لها ايه يا ترى قال لي انكريز بدات تزيد تالي كده الكلام بقى واضح شويه تاني يا ميس يبقى لما يكون عندي باد خبطت البول البول ويل موف يبقى انا كده فهمت انها اتحركت دي اساسي فين اتحركت ديفرنت دايركشن ذن اتس موفينج اوبجكت وبعدين السبيد بتاعتها حصل لها ايه يا ميس ها كبرت زادت يبقى كده تمام تمام طيب معنى كده بقى يا ميس ان كل الحاجات دي كل الكلام ده كله بيعبر عن حاجه اسمها كوليجن بيعبر عن حاجه اسمها ايه كوليجن يبقى كل اللي خدناه ده اسمه التصادم حاجه صدمت حاجه طيب هو المفروض الديفينيشن بتاع الكوليجن مش موجود هنا موجود في ليسن 2 بس ما ينفعش وانا بشتغل كله كوليجن ما اقولش الديفينيشن بتاعها يبقى لازم اتكلم عن الكوليجن الاول وبعدين ابدا اشرح الاجزاء بتاعتها يبقى انا عندي كلمه كوليجن يعني التصادم يبقى كلمة collision يعني ايه التصادم يا ترى معناه ايه يا ميس قال لي it's the moment it's the moment هو اللحظة أي لحظة يا ترى where two objects لما يكون عندي اتنين object مالهم hit اتخبطوا تاني يا ميس يبقى هي عبارة عن لحظة تصادم شيئين تمام زي ما حضرتك بتكون قاعد في البيت وفجأة بص الكلمة اللي جاية دي تسمع صوت حادثة انت قاعد في البيت ومش شايفها امال عرفت منين ان في حادثة في الشارع من الصوت صح كده يبقى بدأنا نسمع يبقى هي لحظة سماء لحظة لا خلي نسمع دي لما اقولها لك تاني معلش ثانية واحدة It's the moment where two object hit يعني احنا سمعنا ان في حاجتين اتخبطوا في بعض خلاص كده يبقى هي لحظة ان شيئين يتصدموا ببعض صعبة دي طيب معنى كده يا ميس ان الكوليجن يعني لما يبقى فيه تصادم بريديوت دوتس انرجي هيطلع عنه انرجي اهي ده اللي انا بقولك عليها هنسمعها يبقى بريديوس ساوند انرجي تمام بيطلع طاقه ايه صوتيه عشان كده ببقى متاكده او حاسه ان انا ايه سمع صوت الحادثه صعبه دي تاني يا ميس يبقى الكوليجن اتس ذا مومنت عباره عن اللحظه وير تو اوبجكت هيد حاجتين اتخبطوا في بعض خلاص طيب حاجة كمان ممكن تتقال حاجة بطريقة تانية يقول لي ايه it's a moment هي عبارة عن اللحظة it's the moment
were two objects. جسمين مالهم بقى يا ميس؟ Make contact. عملوا ايه؟ اتصال او اتخبطوا في بعض برضو. Contact. Contact. يعني الاتنين بقوا جنب بعض. In forceful way. In forceful way. يعني شيئين اتقابلوا face to face. حاجتين اتخبطوا في بعض. خلاص؟ يبقى هي برضو moment where object make contact. In forceful way. يعني الاتنين اتخبطوا في بعض. في وش بعض كده. صعبة؟ طيب. ميس الحتة اللي حضرتك كنت قوليها بتاعت الساوند عشان ما نبقاش ايه قلنا حاجة ونسيناها عشان ما نسهيش. فبيقول لي ان الكوليجن التصادم بريديوس طبعا هو بيخرج اكتر من شيء لكن اللي قدامي دلوقتي ايه الساوند. كوليجن بريديوس ساوند انرجي. يبقى انا ممكن اشوف التصادم وممكن كمان اسمع ساوند انرجي. صعبة؟ يبقى collision produce sound energy. طاقة صوتية. حد كده تمام؟ تمام. يبقى أنا عايزة أبقى بس فاكرة الحتة دي. It's the moment where two object hit. It's the moment where two object hit. اللي هي اللحظة اللي اتنين شيئين بيتخبطوا في بعض. أو it's the moment where two object make contact. فده يبقى في اتصال بين اتنين. In forceful way. يعني في اتجاه مقابل لبعض. في عكس بعض. خلاص؟ تمام. يلا يا ميس نكمل بقية الأسئلة المرتبطة بقى بالكوليجن. بيجي في الامتحان يقول لي put right or wrong ودي حاجات بنغلط فيها كتير. فبيقول لي إيه يا ميس؟ during أثناء the collision أثناء الكوليجن between Pat and Paul the direction doesn't change. عايز اعرف الكلام ده right or wrong. بصي يا ميس حضرتك بتقولي during يعني اثناء اثناء الكوليجن اثناء التصادم between bad و poor the direction الاتجاه مش هيتغير طبعا لا الاتجاه بيتغير والسرعة كمان بتتغير يبقى direction change وكمان speed change. يلا نشوفها نشوفها. بص يا ميس بطريقة صحيحة بقى during the collision between Bat and Paul ايه اللي بيحصل يا ميس the direction بيحصل له ايه ميس change حقيقي كده صح ايه كمان يبقى دي رايت ايه كمان يا ميس قال لي the speed هي كمان change بس بيحصل لها ايه the speed increase السرعة بيحصل لها ايه بتزيد حد كده تمام ها تمام يا ميس طيب ممكن سؤال تاني برضو بطريقة تانية كده تمام فهمت ممكن نشوف سؤال تاني على الجزئية دي فبيقول لي during the collision أثناء الكوليجن between أثناء التصادم ما بين البات والبول الكرة والعصاية dots energy أنهي بقى طاقة ها transfer from bat to pole يا ترى ايه ميس يا ترى لما بخبط الكوره بالعصايه اللي في ايدي دي انهي انرجي اللي بتنتقل وبتمشي ترانسفير من العصايه للكوره انهي انرجي اللي جواها كينيتك انرجي اللي هي كينيتك انرجي كينيتك انرجي يعني الطاقه الحركيه عشان كده بتبدا الكوره تجري والسبيد بتاعتها انكريز صعب كده يا ولاد في حد مش فاهم الجزء ده ها حد مش فاهم طيب هبتدي بقى اشرح جزء تاني برضو تمام هننتقل لعنوان جديد برضو في نفس الليسون بيقول ايه watching تعال نشوف الاشياء يعني watching object الاجسام collide يعني بنشوف الاجسام وهي بتعمل التصادم او الصدمة مع بعض بيتصادموا مع بعض
طيب ممكن أسأل سؤال عابر كده كنا بناخدوه قبل كده وبنقول إيه؟ if يعني لو there is no يعني لو ما عنديش if there is no لو ما عنديش أو if there is nothing خليها nothing بلاش no if there is nothing يعني لا شيء ماله لا شيء stop object stop move أو movement object تمام تاني مس كده بيقول لي if there is nothing يعني لو ما عنديش حاجة stop movement object وقفت الجسم المتحرك يعني جسم عمال بيتحرك 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 وما فيش حاجة بتوقفه تمام كده الجسم ده هيفضل ماله هيفضل في حالة حركة صح كده تاني يا ميس if there is nothing stop movement object يعني لو ما عنديش شيء عمل stop للموفمنت object يعني جسم عمال بيتحرك وما فيش حاجة وقفته نهائيا يبقى هيحصل ايه قال لي this object هذا الجسم this object ماله يا ميس stay هيفضل in motion هيفضل في حالة حركة في حالة حركة تمام سيارة ماشية في السكة مفيش حاجة وقفتها هتفضل مستمرة في الحركة يبقى تاني if there is nothing يعني لو ما عنديش stop ما عنديش شيء يعني stop movement object ما عنديش شيء وقف الحاجة اللي بتتحرك يبقى الobject ده ايه ميس اللي stay in motion يفضل في حالة حركة until لحد until إلى أن يعني until حتى ايه بقى يا ميس something stop it لحد ما حاجة ايه something stop it يعني يفضل يتحرك لحد ما حاجة توقف هذا الشيء صعب الكلام؟ طيب هقول الجزء ده تاني عشان ابدأ بقى في حاجة جميلة جدا if there is nothing stop movement object يعني لو ما فيش حاجة وقفت عائق في طريق الشيء اللي بيتحرك يفضل الشيء ده مستمر في الحركة يبقى يفضل ايه stay in motion يفضل في حالة حركة until لحد ما ايه something stop it خلاص؟ طيب ماشي ميس احنا مع حضرتك طيب كنت عايزة تقولي حاجة مهمة بخصوص الجزء ده بصي يا ميس كده عايزك تفتكر كده طبعا هو مش جايبها باستفاضة لكن جايب لك منها جزء وهي عبارة عن جزئين ودي بندوها الناس الكبار في أولى اعدادي تقريبا تمام الحتة اللي انا هشرحها دلوقتي هو كمان مش موضح هو بيتكلم عن ايه هو جاب جزء من الجزئين وحتى ما ذكرش اسمها ايه لكن انا هقولها لك عشان تفهم احنا بنتكلم في ايه وتفهم ايه الفرق بصي يا ميس في مرة من المرات جينا نسافر لقينا العربية بايظة مش شغالة خلاص فتعمل ايه انت وبابا وماما رحنا رايحين الموقف نركب هي بتبان اكتر في العربية الميكروباص بتبقى باينة اكتر عشان انت ممكن تكون بتركب رايح الدرس هتلاحظ اللي انا بقوله لك بص يا ميس احنا راكبين كلنا في العربية بالشكل ده تمام سواء واقف في الموقف ما تحركش من مكانه يعني العربية ثابتة تمام ما تحركتش ثابتة اهي ما تحركتش اول ما تبدأ تتحرك انت بتلاحظ ايه مش هجاوب ثانية واحدة ومرة تانية وانت راكب عربية وقفت او شاورت العربية بتتحرك ووقفتها وركبت فانت اول ما ركبت هما ماشيين 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 وفجأة السواق وقف فجأة انت شفت ايه ايه ده مش فاهمين حاجة لا هفهمك بالراحة نفترض دلوقتي ان انت راكب عربية والعربية دي ماشية بسرعة بأيا كانت السرعة اللي هي ماشية بيها العربية عمالة تمشي 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 حضرتك جوا العربية صح؟ تمام جسمك واخد نفس الحركة او نفس السرعة بتاعت السيارة اللي انت راكبها تمام؟ معقولة يا ميس؟ بدليل ايه يا ميس؟ اول ما الدرايفر اللي هو السواق هيعمل ايه يا ميس؟ stop وقف suddenly فجأة ايه ده يا ميس السواق وقف فجأة هتلاقي نفسك حضرتك فين فورورد رجعت لقدام او قدمت لقدام صح كده يبقى دي اسمها ايه فورورد جيت لقدام الى الامام اهي تمام طب ليه ميس يا حبيبي انت وانت راكب السيارة السيارة ليها سبيد ليها سرعة حضرتك واخد نفس سرعتها يعني انت برضو ماشي بنفس السرعة طب السيارة وقفت عملت ستوب فجأة جسمك لسه عايز يتحرك لقدام زي ما كان صح فهيبدأ يتحرك هو كمان لقدام وصلت دي اللي هو جايبها لك في المنهج
هفهمها لك اكتر بالحته اللي هو مش جايبها، وهقول لك دول كلهم على بعض اسمهم ايه. وطبعا دي حاجات لا اراديه بتحصل مش بمزاجك، دي غصب عنك، تمام؟ فبيقول يا ميس احنا قاعدين في العربيه اللي في الموقف وما اتحركتش خالص، وفجاه بعد ما كمل العدد السواق طلع، احنا كلنا ايه قاعدين ثابتين، يبقى معنى كده ان جسمي واخد حركه السكون، يعني قاعد ثابت في مكانه، صح كده؟ مع يعني مش واخد انرجي بتاعت عربيه بتتحرك، واخد انرجي بتاعت عربيه ساكنه في مكانها. السواق طلع فجاه جه يمشي، حضرتك ترجع ازاي؟ قال لي هتلاقي نفسك بترجع لورا. الله، ليه ميز برجع لورا؟ مش السواق هيمشي لقدام؟ قال لي لا، انت جسمك هيرجع لورا لان انت لسه ورا. يعني ايه ميز؟ يعني لسه جسمك ثابت محتفظ بالسكون بتاعه، لسه ما خدش ان العربيه ماشيه لقدام، وبالتالي هيقوم راجع فين؟ لورا. يبقى when the driver move اتحرك suddenly فجأة، مش واقف فجأة بقى، ده اتحرك فجأة suddenly، ايه اللي يحصل؟ يبقى احنا هنتحرك backward. الحتة دي تقيلة وصعبة، دي مش المنهج، بس لربما يسألنا فيها بما انه بيسأل على الفهم، فاحنا كده فاهمين. يبقى تاني يا ميس، يبقى لما يكون الدرايفر او الباسنجر المسافر ماشي لقدام مع العربيه، يبقى جسمي محتفظ بالسرعه بتاعه العربيه، تمام؟ تمام. طب يا ميس هو وقف فجاه، جسمي لسه عنده ايه؟ لسه عنده السبيد بتاعه السياره، يبقى هيتقدم لقدام لان انا لسه عندي القوه اللي ماشياني لقدام، لسه ما طلعتش من جسمي، يبقى هضطر اتحرك ايه؟ فورورد. طب ميس احنا واقفين في عربيه وفجاه اتحركت فجاه، مشيت فجاه، طب ما انا جسمي لسه كونستانت ثابت في مكانه، وبالتالي لما اجي اتحرك هيتحرك لقدام العربيه، جسمي عايز يحتفظ بالسكون اللي كان معاه، بالتالي جسمي يرجع لفين؟ لورا، وبعد كده بتتغير السرعه عادي. خلاص، الحركتين دول بتوع باك وورد وفورورد ليهم اسم عندنا في الساينس اسمهم انرشيا. اسمها ايه؟ انرشيا يعني القصور الذاتي. يعني ايه القصور الذاتي؟ يعني جسمك بيحتفظ بالطاقة أو بالسرعة اللي انت فيها وبتضيع منك بس بعد وقت. ازاي يعني يا ميس؟ حد فينا اتفرج قبل كده على الفيلم بتاع حد كان جاي من بره ومش واخد على ركوب الأتوبيسات وكده، فركب مع صديقه أتوبيس، تمام؟ اللي هو الباص الكبير ده، والسواق مش راضي يقف وهم عايزين ينزلوا في الحتة دي بالذات. الولد اللي متعود على ركوب الأتوبيس اللي كان عايش عندنا هنا في مصر وهو بينط، نط لقدام، صح؟ فما وقعش. طب الولد اللي جاي من بره وعايز ينط وينزل في نفس المكان هيعمل ايه؟ نط في نفس المكان، وقع الكعبل. ايه ده ميس؟ في حاجة غلط. ايوة، الولد اللي متعود على ركوب الاتوبيس او الميني باص هو عارف هو بينزل لانه جرب قبل كده فوقع، لازم ينزل مقدم لقدام خطوتين عشان جسمه لسه عنده الانرجي اللي موجودة جوه العربية اللي ماشية، فلازم لما اجي اقفز من المكان انط لبعيد شوية، خلاص؟ عشان جسمي لسه فيه الطاقة فما اقعش. اما الولد اللي نط فجأة ونزل في نفس المكان وقع لان جسمه لسه عنده نفس الطاقة بتاعت الميني باص اللي ماشي، وبالتالي لما جه ينزل في نفس مكانه لسه جسمه عنده الطاقة اللي تمشيه قدام فوقع اتكعبل. وصلت كده ولاد؟ تمام. دي اسمها انرشيا. اسمها ايه؟ انرشيا. برضو مش علينا، لكن انا بفهمك احنا بنتكلم في ايه. يبقى انا عندي الجزئية دي اللي هسأل عليها دلوقتي. فبيقول لي if the car اهي، if the car stop suddenly، لو العربية وقفت فجأة، the driver and passenger، المسافرين الدرايفر والباسنجر مالهم؟ move، هيتحركوا ازاي يا ميس؟ فورورد، يبقى هيتحركوا الى الامام، فورورد. تالي كده انا قلت الجزء ده تمام. طيب ميس، طب ما كده معنى اللي حضرتك بتقوليه ان لو في مره من المرات حد ماشي زي مثلا سياره والشخص اللي جوه كان سايق بسرعه كبيره وفجاه ما شافش الشجره اللي قدامه فاتخبط في الشجره، صح؟ بما انك بتقولي طالما احنا كلنا
ماشيين لقدام فورورد، طالما العربيه ماشيه لقدام بيفضل جسمك ماشي لقدام معاها، وبالتالي لما العربيه تقف فجاه وتتخبط في الشجره انت قاعد على الكرسي هنا هتتنطر لقدام، تيجي لقدام فهتتخبط في الازاز، في الدركسيون، هتتخبط في اي حاجه، فدماغك هتتفتح مثلا. صح؟ تمام يا ميس. يبقى معنى كده العلماء فكرت في حاجه ان هم يعملوا حاجه اسمها سيفتي اكويبمنت. اسمها ايه؟ سيفتي اكويبمنت. يعني ايه ميس؟ يعني معدات تساعدني على ايه؟ الوقايه من بعض الحوادث اللي ممكن تحصل. تاني، سيفتي اكويبمنت يعني ادوات الامان. ادوات الامان فين؟ في الكار، في السياره. يبقى سيفتي اكويبمنت الادوات او الاشياء اللي هستخدمها في السياره تحافظ على الامان بتاعي وانا بداخلها. نفترض حصل لا قدر الله حادث او اكسيدنت، فبتبقى في حاجات بتحميك من الكلام ده. تيجي نشوفها مع بعض. تمام. فالسيفتي اكويبمنت حاجتين، الحاجات اللي بتحميني او حاجات الامان عندي في السياره حاجتين. فبتيجي في الامتحان اهي from safety equipment من طرق الحمايه او الامان during collision اثناء التصادم بيكونوا حاجتين. number 1 seat belt، seat belt. number 2 air bag. تاني يا ميس، يبقى الحاجتين اللي بيحافظوا على الامان للانسان المسافر يعني driver or passenger during collision اثناء التصادم حاجتين، يا اما seat belt يا اما air bag. طيب واحده واحده كده يا ميس، مش فاهم يعني ايه كلمه seat belt. يعني حزام الامان. seat belt يعني ايه؟ حزام الامان. طبعا ده معروف جدا. air bag اللي هي الوساده الهوائيه، الوساده الهوائيه اللي هي البالونه اللي بتتنفخ جوه العربيه. تمام. طيب واحده واحده كده يا ميس، بالراحه علينا. ممكن تيجي يقول لي ايه؟ انا هكلمك عن حاجه وانت تقول لي يا ترى مين دي. it used، تستخدم. it used to keep، تحتفظ. درايفر بالسواق والسائق، and passenger from moving forward. تمام، من الحركة. when car stop suddenly. طب واحدة واحدة كده ميس، it used يعني حاجة بستخدمها. keep driver بتحتفظ بالسائق، and passenger from moving من انه يتحرك forward من انه يتحرك لقدام. when the car stops suddenly. ايه ده ميس، مش قلتي حضرتك اني لازم هتتحركي لقدام لما تكون العربية هتقف فجأة؟ طبعا، وده مش هيمنعك من انك تتحرك، هو يعني هيقلل من اللي هيحصل لك. يعني ايه ميس؟ يعني احنا لبسنا ده، طبعا الاجابه بتاعتها سيت بيلت اللي هو حزام الامان، سيت بيلت. طب ميس فايدته ايه السيت بيلت ده؟ بيحتفظ بيك تقريبا ان يور بليس، في مكانك، يعني هترجع لقدام بس مش بنفس القوه او بنفس قوه البوش، الدفع اللي هتتقدم بيها لقدام، هترجع لقدام لكن ايه؟ هترجعك في ثواني تاني في مكانك، فهتلحقك انك تتخبط، مش هتتخبط في الحاجه اللي قدامك يعني، فهمنا؟ يبقى السيت بيلت بتمنعك من انك تتخبط، لكن كده كده هترجع لقدام، لكن هترجعك فجاه تاني بسرعه، يعني هترجعك تاني لمكانك، تمام؟ لكن لو مش لازم، لو مش لابس السيت بيلت، ايه اللي هيحصل لك؟ لما ترجع لقدام مفيش حاجه هترجعك تاني، هتتخبط بقى. وصلت؟ تمام. يبقى used to keep driver and passenger، بتحافظ لي على المسافر او السائق from moving forward، من انه يتقدم لقدام. معنى كده انه مش بيتقدم، لا هيتقدم لكن هيرجع تاني، هيروح في مكانه، مش هيتقدم بنفس القوه. خلاص. when car stop suddenly. يبقى دي اجابتها كانت مين؟ seat belt. seat ايه؟ belt. طب تعالي يا ميس شوفي واحده تانية. يبقى انا كده فهمت السيت بيلت فايدتها ايه. keep يعني بتحتفظ، بيك in your place في نفس مكانك، مش هتتقدم يعني مش هتطير من مكانك زي ما بيحصل. خلاص. تمام، ده السيت بيلت. طيب في حاجه كمان، قال لي اه بصي كده يا ميس، في عندي بقى اكويبمنت، جهاز او حاجه ميد، اداه يعني ميد، مصنوعه
up of nylon seam nylon material يعني مادة معمولة من النايلون material شبيهة بالبلاستيك يعني made up of thin nylon material مالها يا ميس folded متعلقة folded in to متعلقة عند steering 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 wheel يعني متعلقة عند الايه اطار القيادة اللي هي اللي هي ايه عجلة القيادة اللي هي العجلة اللي بتبقى موجودة واحنا بنمسكها عشان ايه نحرك العربية made up of thin nylon material مصنوعة من مادة النايلون folded into متعلقة عند الستيرينج ويل الله ايه دي يا ميس قال لي دي بقى المفاجأة بتاع الدرس النهاردة ودي اسمها اير باج اسمها ايه يا ولاد اير باج اللي هي الوسادة الهوائية الوسادة الهوائية ودي حاجة كده بيبقى زي زي كيس صغير موجود عند الستيرينج ويل متعلق عندها وفجأة لما بتحصل حادثة الكيس ده بيتنفخ لوحده تلقائيا وبيعمل بالونة كبيرة أو مخدة كبيرة طرية زي سوفت كوشن كده زي كأنها مخدة طرية تمام؟ بحيث لما حضرتك الحادثة تكون كبيرة وهتتخبط وهتيجي لقدام ومش هينفع معك حزام ولا أي حاجة فبمجرد ما بتيجي لقدام مش هتتخبط في حاجة ناشفة هتلاقي دي سوفت كوشن يعني طرية مليانة هواء وبالتالي مش هتأذيك ولا هتتعور ولا دماغك هتتجرح ولا أي حاجة تمام؟ فاسمها إيرباك اسمها إيه؟ إيرباك ميس ممكن أسأل حاجة؟ تمام احنا عايزين نفهم المين ايديا اوف اوبريشن فكرة عمل الإيرباك دي هو لما بتحصل حادثة حد أنا هسيب الحادثة وانزل انفخ الكيسة دي عشان تعملي الوسادة الهوائية؟ لا طبعا الله امال مين نفخها يا ميس ومين اصلا قال لها هتتنفخ بالهواء سحر لا ولا سحر ولا شعوذة امال ايه يا ميس اللي حصل ودي برضو مش مذكوره عندك تمام لكن هحاول افهمها لك ببسيط كده بص يا ميس بمجرد حدوث الكوليجن او الاكسيدنت الحادثه او ديورينج كراش اثناء الصدمه او التصادم ما بين عربيه وشجره اي حاجه بيبقى فيه سنسور جوه العربيه جهاز حساس جوه العربيه بيقول للايرباج ان عندك حادثه ده الكلام اللي هو كاتبه في الكتاب يعني السنسور ده بيبلغ الايرباج ان في اكسيدنت وبتبدا الايرباج تتملى بالايه بالهواء ده الكلام اللي هو كاتبه عشان يوصل لك المعلومه لكن الحقيقه مش كده امال ايه يا ميس بيقول يا ميس ان داخل الايرباج دي ماده كيميائيه خلاص أثناء وجود الحادثة أو أثناء الحادث اللي هو الأكسيدنت بيحصل شرر كهربي جوه العربية يعني بيحصل حاجة اسمها إلكتريك سبارك شرر كهربي وبالتالي ده بيبقى ليه تأثير بيعمل إفكت في الكيميكال رياكشن ففي مادة جوه اسمها صوديوم أزيد بتعمل إيه ميس؟ عبارة عن صوديوم ومعاه نيتروجين بمجرد وجود الحادث بتبدأ المادة دي تتفك من بعض تدي صوديوم لوحده وتطلع النيتروجين والنيتروجين ده جاز يبدأ ينفخ الايه البالون اللي قدامك او الباج اللي قدامك يبقى هي مليانة نيتروجين غاز النيتروجين تمام كده مين ملاه الكيميكال رياكشن التفاعل اللي حصل والتفاعل لما حصل طلع من خلاله النيتروجين وبالتالي ملى الايه البالون ودي علينا في تالتة اعدادي مش علينا في رابعة بس حبيت افهمك الايرباج اتملت ازاي طب ميس هنقولها ازاي بقى عندنا انت كده فهمت هي اتملت ازاي نقولها بقى بطريقته اللي مبسطها لك وجايبها لك في المنهج قايل لك ايه ديورينج كراش احنا كده فهمنا طيب بص يا ميس ديورينج كراش اثناء التصادم اهي اسهلها لك خالص اهي ديورينج كراش اثناء التصادم عندي سنسور سنسور يعني جهاز حساس تمام سنسور ان كار تمام ماله السنسور قال لي ديتكت كراش بيحس ان في صدمه تمام ديتكت كراش يعني حس ان في ايه صدمه اهي ديتكت كراش حس ان في صدمه طب بعد ما حس ان في صدمه هيقوم مكلم الايرباج تيل ايرباج يكلمها ايرباج تعمل ايه يا ميس تيل ايرباج تو تعمل ايه انفليت انفليت يعني ايه كلمه انفليت تتملى ان inflate inflate يعني تمتلئ تمتلئ inflate with gas تتملى بالغاز طبعا احنا عرفنا الغاز هو مين النيتروجين يبقى with gas
وممكن اير الاثنين صح. وطبعا احنا عرفنا ان هو مين؟ النيتروجين. طب تمام ماشي يا ميس. وبعدين اوتوماتيكلي، اوتوماتيكلي يعني بطريقه اوتوماتيكيه لوحده من غير ما حد يساعده. تمام يبقى with gas or air automatically يعني بطريقه اوتوماتيكيه. اوتوماتيكلي ايه ده يا ميس؟ بطريقه اوتوماتيكيه اوتوماتيكلي. خلاص تاني يا ميس نقول الحته دي تاني. يبقى during crash حصل ان في سنسور موجود جوه العربيه، السنسور ده حس ان في حادثه ديتكت كراش، راح عامل ايه؟ تيل اير باج، كلم الاير باج وقال لها ايه؟ تو انفليت، انفليت يعني تتملى ويز جاز اللي هو الاير يعني اوتوماتيكلي بطريقه اوتوماتيكيه. تمام. طب ميس خلاص والحمد لله الحادثه عدت كده تمام دي، والانسان سليم ما فيهوش اي حاجه، عايز يخرج بقى من السياره او الناس تطلعه من السياره، هتفضل الاير باج دي منفوخه، ما هو مش عارف يعدي، ما هي واخده مكان كبير، لازم تخرج الهواء اللي جواها صح. تمام نيجي بقى للخطوه الثانيه. يبقى دي اول خطوه اهي ستيب 1. خلاص يبقى الستيب 1 during crash ان السنسور اللي موجود جوه الكار ديتكت كراش، حس ان في حادثه، تيل اير باج هيكلم الاير باج تو ايه؟ انفليت بتتملى with gas automatically يعني بطريقه اوتوماتيكيه. طب الخطوه الثانيه خلاص بقى الحادثه خلصت، يبقى هيبدا يخرج الهواء يعمل ايه؟ وبيقول لي هنا تمام اه ماشي نكملوها برضو اوتوماتيكلي. وبتكون لايك بتتملى كانها سوفت كوشن، يعني كانها ايه؟ سوفت كوشن عشان ما انساهاش، يعني كانها وساده، الكوشن اللي هي الحاجات اللي مامي بتحطها على الصالون دي، وممنوع الاقتراب او التصوير، المخدات الزغنطوطه دي تمام، الخدديات دي اسمها كوشن. تمام هي اسمها سوفت كوشن يعني كانها مخده طريه جدا. خلاص تمام او وساده طريه جدا. طيب افتر كوليجن بقى بعد الحادثه اهي، افتر كوليجن بعدها ايه اللي حصل يا ميس؟ بص بقى اير باج لوحدها كده اهي خلاص، اير باج ديفليت يعني ايه ميس؟ ديفليت يعني هتخرج الهواء، تفرغ الهواء. يبقى اول واحده انفليت دخلت هواء، ديفليت تفرغ الايه؟ الهواء. تمام طب فرغت الهواء ازاي بقى؟ السؤال ده هيجي عندنا في الساينتفك تيرم، خد بالك. فرغت الهواء ازاي؟ قال لي ما هي عباره عن بالون فيها ثقب او فتحه، يبقى ثرو هول من خلال الفتحه او الثقب، وليه اسم تاني اسمه فنت، فنت فتحه او ثقب، فتحه او ايه؟ ثقب، خرجت من خلاله الايه؟ الهواء. تمام يبقى ديفليت يعني فرغت الهواء ثرو هول اور فنت، من خلال مين؟ الهول او الفنت. طب يبقى الهول والفنت فايدتهم ايه؟ allow بيسمح، اير باج بيخلي الاير باج deflate، deflate اير تخلي الاير باج تخرج الهواء. طب وبعد كده بتخرج الهواء سو درايفر، يقدر بقى السواق يخرج من العربيه، سو درايفر جيت اوت كار، جيت اوت كار. صعب كده يا اولاد؟ اعتقد ان احنا قلنا الايه الايديا بتاعتها او المين ايديا اوف اوبريشن، فكره عملها. نقول تاني بعد الكوليجن بيحصل ايه؟ يبقى افتر كوليجن ان الاير باج نفسها ديفليت يعني بتخرج الهواء اللي من جواها من خلال ثقب فيها اسمه هول او فينت، يبقى الفينت او الهول allow اير باج تو ديفليت اير سو درايفر كان جيت اوت ذا كار، اقدر اخرج الانسان من جوه الايه؟ السياره. فاضل نقطتين صغيرين جدا ويبقى كده الدرس تمام. بيقول ايه بقى الامبورتنس بتاعت الاير باج؟ امبورتنس هنتكلم دلوقتي عن الامبورتنس اوف اير باج، فايده الاير باج بقى عملت ايه ميس؟ اول حاجه قال لي slow speed of driver moving forward، slow ممكن نقول بقى كلهم على بعض يعني الاير باج وايه تاني؟ لا خلينا في الاير باج. طيب بتعمل ايه؟ قال لي ميس سلو، خلينا في الامبورتنس في الكونكلوجن في النهايه يعني، ادي الامبورتنس اهي، ايه الفايده بتاعتنا؟ امبورتنس الاهميه. ايه اللي حصل؟ قال لي نمبر 1 في عندي اهميتين مهمين جدا. خلاص طيب بيقول لي ايه يا ميس؟ بيقول لي اول حاجه ان هي slow speed of driver، slow
بتقلل speed of driver. ايه ده؟ يعني هتقلل سرعة الكار؟ لا، سرعة مين؟ الدرايفر. طب هتقلل سرعته ازاي؟ from moving forward، وهو جاي لقدام فهتقلل من هذه السرعة. moving forward، moving forward، يبقى هي كده ما منعتش، ها؟ هي ما منعتش رجوعه لقدام، هي قللت من الصدمة أثناء رجوعه للأمام. خلاص كده؟ يبقى slow speed of driver ملهاش دعوة بالكار، يعني مش بتقلل سرعة العربية، هي بتقلل سرعة الشخص اللي موجود في العربية. سرعته هو؟ لأ، سرعة انطلاقه للأمام أثناء الصدمة، يعني هو راجع لقدام forward، فهي بتقلل من هذه الحدة. خلاص؟ طيب رقم اتنين، number two، بتعمل ايه تمام؟ absorb بتمتص الانرجي from collision، absorb energy during collision، يعني بتمتص الطاقة اللي خارجة منين؟ من الكوليجن. تمام؟ نقولها بقى تاني، يبقى الامبورتنس، أهمية الاير باج، أهمية مين؟ الاير باج. عملت ايه الاير باج يا ميس؟ slow speed of driver moving forward، قللت من سرعة الشخص اللي نزل عليها لقدام كده وهو جاي فورورد، ان هو يتصدم صدمة كبيرة او يتخبط. تمام؟ ايه كمان؟ absorb energy، امتصت الطاقة كلها اللي طالعة during collision، بدأت تمتص طاقة الايه؟ التصادم اللي طالعة. لحد كده في حاجة مش مفهومة؟ يبقى معنى كده ان الاير باك والسيت بيلت مهمين ولا لأ؟ very important equipment in our life، هما مهمين جدا في حياتنا لان هما عبارة عن safety equipment. يبقى السيفتي equipment اللي خدناهم النهاردة الاير باك والسيت ايه؟ بيلت. تمام؟ تمام يا ميس. ميس ان شاء الله هنتقابل في الفيديو القادم، هنتكلم فيه عن، هنحل مع بعض فيه exercise 1. شكراً.